مشاهدينا، هذه صور وصلتنا للتو وهي لحادث انهيار مبنى سكني في القاهرة. الانهيار وقع في منطقة حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة، وأدى إلى وفاة 4 أشخاص وإلى إصابة 5 آخرين. أجهزة الحماية المدنية دفعت الآن بمعدات ثقيلة من أجل رفع أنقاض العقار المنكوب، وهذا العقار المكون من 4 طوابق، من أجل البحث عن المفقودين. وقد فرضت الشرطة أيضا طوقا أمنيا في منطقة الحادث. نذكر مشاهدينا من جديد بأن هذه الصور وصلتنا الآن وهي لحادث انهيار مبنى سكني في القاهرة. هذا الانهيار الذي وقع في منطقة حدائق القبة بالعاصمة المصرية وخلف خسائر مادية وبشرية، أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإلى إصابة 5 آخرين في وقت تواصل فيه أجهزة الحماية المدنية جهودها من أجل رفع أنقاض العقار المنكوب باستعمال معدات ثقيلة. وسنوفيكم بباقي تفاصيل هذا الحادث في نشراتنا المقبلة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.